صيفية جيجل كانت أمس على موعد مع الفكاهة من خلال طهر سفير وهندو، وكان ميناء بوديس كالعادة بجمهوره وسهرته. دائما في إطار برنامج صيفية جيجل 2018 المنظم من قطاع الثقافة وتحت رعاية سيد والي الولاية، بين أن نكسر رتم السهرات لندخل في برنامج جديد والمتمثل في أيام المونولوج. جمهور من كل ربوع الوطن صارت منصة الميناء ملاذا له في تظاهرة فنية تعد الأكبر بالولاية. تبنى إن شاء الله دائما العائلات حضورهم قوي، ذوك الجزائر كل راي هنا لأن جيجل راي جوهرة البحر المتوسط. يعني ما شاء الله رانا احنا سما نشوفوا تقريبا شبه يومي يعني حفلات متنوعة. جو راهو هايل، سهرات هايلين، كل يوم ما قايمين بينا الحمد لله. سهرة الميناء أو صيفية جيجل صارت العلامة المميزة لعاصمة الكورنيش، وهي التظاهرة التي انطلقت منذ شهر رمضان الفارط وتستمر إلى غاية نهاية موسم الاصطياف.